جميعا، اليوم نحن في حصة أخرى بعيدا جمعتكم اليوم بعيدا عن الباطل، بعيدا عن المواجهة والأجواء. اليوم راح نلعبوا لعبة جديدة وهي معرفة اسم الأغنية بدون يعني لازم يعرفوها بالإشارات فقط. اليوم راح نبدأ بالأغنية الأولى، هي تتكون من ثلاث كلمات. راكم واجدين؟ يلا ارتاح. نايم. هنا. نايم. انت اول كلمه ارتاح. بالليل ابعد استريح. هنا طمني. روح احبك. ما تحبش سيبني. خليني اشوفك. بدي اشوفك كل يوم. خليني اشوفك بالليل. يا ربحتك. فاتك. عرفتيها بصح فاتك. النتيجة هي 1-0 للسيارة. نشوفوا الأغنية الثانية. النتيجة الآن هي 1-1. ننتقل إلى الأغنية اللي بعد. الأغنية اللي بعد هي تتكون من كلمتين. خلاص؟ سلام. هاي. كيفك؟ شوفك. جميل، وجيه، مرتب، مرايا، مرايتي، يا مرايتي.